شنو ما سيدي رشيد يقول لك؟ غادي نقول لكم واحد الكلمه انتم ما عارفينهاش. الحاج عمر هو ناظم الشعر، الشعر بالامازيغيه، وكتب عده قصائد للويشه قطع النحل. ما تيبغيش يقول هذا الهضره، ما تيبغيش يقول هذا الهضره. تبارك الله. ان شاعر رفيق ديال السي محمد الرويشه الله يرحمه، ومجموعه ديال محمد يزيد ياك حمول يزيد حموش كان رفيق، هو رجل تعليم ولكن مهتم بالتراث الامازيغي بقوه، وبنينا بهذا الشيء الملح عاوتاني. القصيدة هي شكون اللي تيفهم تشرحها بعد؟ بون. اه صباح غتشرح لنا. القصيدة هي أن هي وطنية. أن واحد السيد توفى وهو ميت وتيسمع الناس وهما ما تيسمعوش، ولكن في التوجه ديالهم واحد الحوار تيقول لهم انتم دابا علاش كتنخسوني وعلاش كتفقسوني، انا مت وانا فرحان بموتي لانني غادي ندخل تربه الاجداد ديالي، فهي احن عليا من انني كنت كنمشي عليها، انا فزت منها كانني بين ذراع امي، كنحس بالامان، وربما الصوره اللي هي بليغه فيها جدا هي ان الناس ربما اللي تيفكروا في القبر تيفكروا في الدود وتيفكروا في هذا، فهو بالنسبه ليه هذاك الدود اللي منبثق من هذيك الارض هي الطريقه باش موته تحكي ليه القصص باش ينعس في هذيك الارض واحد النوم مريح. بون تيقول لها انا الان في واحد المكان اللي كنشعر فيه بالدفء والحنان وتنشعر فيه بالطمانينه وما بقيت تنخاف لا من بارود ولا من مدفع. بون هذه هي القصيده. و هذا وين الزواج ديالك؟ بسم الله. اتمرت يا غلو انت فويت ايا مزير مزيغ ايويها تمرت أي جي جن النقرت أي غرن تاميمت أي مزير ومزير واي ستغريد يونو أتمرت يغلو انت فويت أي مزير ومزير واي ستغريد يا شال أي شال العزازيت أي مزير ومزير إي ويها تمرت وهوا مش صمية دخي قرف وديف أيا مزير ومزير إي ويها مانو ما خايم عزانا دي سني خيتنا يا مزير ومزير واي ستغريدا يا شال أيا شال العزازيز أيا مزير ومزير إي ونعم يا شال ما خايم عزانا ديسني خيتنا يا مزير ومزير اي ويها تامورت تامورت يا غلو انت فويت يا مزير ومزير اي ويها تامورت ونيس دو يسمو لك دخيل مدافيع ايا مزير ومزير اي ويها تمرت ايا ريت قيستين غميسين يوم الزو غميلو ليخ ايا مزير ومزير اي ويها تمرت يخيف ساني فسين يريخي زوران يو مزير ومزير إيه يا تامور بارك.